بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ميزنا الله سبحانه وتعالى بالعقل وجعلنا مميزين ومفضلين بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم، ولكن التكريم هذا والتمييز من الله سبحانه وتعالى بهذا العقل ينبغي لنا أن نعرف أين نضع هذا العقل، فيما يفكر هذا العقل. مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوتيوب، الفيسبوك، الانستغرام، شيء من القنوات في اليوتيوب وغيرها، إذا صرفها العقل في مرضاة الله، في طاعة الله سبحانه وتعالى، كان سبب لهداية الغير، وكان له الأجر والثواب، وكان قرب إلى الله سبحانه وتعالى ووسيلة إلى الدعوة إلى الله. وأما إذا صرف ذلك فيما لا يرضاه الله، في تضييع الأوقات، في ارتكاب المحرمات، في شيء من الأشياء التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، فقد ضيع وقته وأهمل عقله وصار مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أفضل عندي منك من العقل. ولما خلق الجهل قال له أقبل فأدبر، قال له أدبر فأقبل، قال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أبغض إلي منك للجهل هذا. فنصرف عقولنا وفكرنا فيما يقربنا إلى مولانا سبحانه وتعالى. المشتغلين في الفيسبوك، المشتغلين في اليوتيوب، المشتغلين في الانستغرام، يجعلوا هذا سبب لهداية الناس لنشر الخير، فالدال على الخير كفاعله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. شكرا كثيرا يا شيخ، جزاك الله خير.